الموضوع مش مقتصر لبلد معينة ولهوية معينة، لا، احنا في الوطن العربي عندنا للأسف إلا ما رحم ربي يعني نقص في موضوع كسب المهارات ومن الصغر. انت بتحب ايه؟ فكان ابن سينا يقول لك ايه، مرره من 7 سنين، هو بيتكلم يعني طفل مميز، 7 سنين يعني طفل مميز، قال لك مرره على المهارات والصناعات المختلفة وشوف هو بيحبها منه لنفسه ولا كان عشان أبوه وأمه أو عيلته أو جده في نفس الصناعة فهو فهمها. طب عنده الأدوات اللي تساعده إن هو يكسب المهارة دي ويتنمى فيها ويبقى حاجة محترمة فيها. كل الكلام ده المفروض من سن 7 سنين، وبعدين تشوف شغفك فين. كنت قاعدة مع مجموعة من الشباب بيقول أنا مش عارف أنا عايز إيه. قلت له يعني أنت أهلك دافعين بالدولار بالألوفات عشان تخش جامعة خاصة وعلشان وانت لا انت حاسس لا بالقهرة اللي اهلك ولا بالفلوس اللي مدفوعة ولا انت عايز ايه؟ بيقولي مش عارف. طب يعني هندسة تميل؟ مش عارف. طيب ادبيات؟ طب حاجات مش عارف. دي كارثة يعني ما توصل لسن 19 سنة 20 سنة ولسه ما انتش عارف انت عايز ايه. غلط. انا عايزاكو المحاضرة دي تطلع منها بكذا حاجة. اول حاجة انا عاوز ايه، ايه اللي بحبه او ايه اللي اقدر اعمل فيه. طب مش عارف، مرر نفسك، مرر نفسك على كل حاجة. لك في شغل الكمبيوتر تمام، لك في التقديم والعرض تمام، لكنك لسانك حلو بتعرف تتكلم والكلام ده، روح انشر قضيتك وتكلم عنها وقول والكلام. ولا مش معاك الحق ما تخافش. لما نيجي نقول لما عندنا من الصحابة كان في طبعا قدوات، بنتكلم مثلا عن واحد 17 سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت روح تعلم السريانية، تعلمها في 17 يوم لغه. احنا الناس بيقعدوا في التومر ولا في ايه كده يعيدوا كده، وبعدين نقعد الجمله كلها في الاخر الفعل. يا جماعه طب اقعد اقرا كل ده وفي والله واحك وكل عشان في الاخر الفعل ادوني الفعل يفضل في ايه 17 يوم اتقن لغه القوم. او اسامه بن زيد 17 سنه ويقال كان 16 سنه وقاد جيش اللي كان فيه من متبوعينه سيدنا ابو بكر وعمر، حد حامل هم. انا اجيب الاراده دي ازاي؟ ده السؤال. طب انا احدد انا عايز اعمل حاجه وعايز يبقى لي قيمه في المجتمع وعايز اعمل ايه؟ اجيب منين الهمه دي؟ لما تشوف هناك، لما تشوف المستقبل، تشوف نفسك وانت ناجح، تشوف نفسك وانت محقق حاجه، تشوف نفسك طول ما انا عيني ومخي جايب اللاوعي عندي جايب الصوره اللي بعيد دي. خلاص لازم نتعب عشان نرتاح، حطها كده من كل فترة كده وكل مرحلة من حياتك، حط كده لازم تتعب عشان ترتاح. لما يجي مقارنة ما بين أهل الجنة وأهل النار كانوا بيقولوا إيه؟ كانوا في أهلهم إيه؟ مترفين، أو الأوبر جاية والعربية وكل حاجة تحويلات والدنيا ميسرة، فأنا دماغ يعني تكييفات قاعدة وعاملة مش كل حاجة متاحة سهلة. لما جه موضوع النت فصل كام ساعة وبعدين الكهرباء قطعت في الكومباوند، نادر جدا لما تلاقي الكومباوند قطعت فيه الكهرباء بالليل، بيتعبوا النهار والناس بره، لكن بيتعبوا بالليل دي قطعوا الكهرباء والنت مفصول. ايه ده؟ ايه الحياة دي؟ الحياة دي غريبة على فكرة. وبعدين كل العيلة طالعة بقى تبص لبعضيها، لا طلعتوا ظراف جدا ممتازين وقاعدين يتكلموا مع بعض. حتى اقول لو فعلا خلصت التكنولوجيا من الدنيا هنقدر، وانا بكلمكم انتوا رجال، هتقدر كراجل تعمل النار من الحطب وتقيد مش عارفه عشان تشعل النار وتكبر ساعه لو ولعت دي تكبر، انت اكتشفت النار خلاص يعني خلاص هتشوي وهتعمل هتتدفى. هنقدر نعيش في مخيم وبتاع وبعدين سحليه جنبك هتقتلها؟ مش ده انا بجيب لكم مش اللي براس بقى لا سحليه بس. هنقدر على القصه دي ولا تلاقي صرصار طاير تطلع تجري وراه؟ كارثه. احنا محتاجين نشتغل على نفسنا في 8 جوانب اساسيه. لو واحد فعلا واعي وعايز فعلا يعمل حاجه ويبقى جواه كده ابدا ما بقاش ريشه وما بقاش عرض، انا حد ليا قيمه وانا حد عايز افرح بيا النبي عليه الصلاه والسلام يوم ودنيتي يعني وما دايره أن يأخذ الأجرين، مش ده نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه، إن أنا أعمل للدنيا كأنك تعيش أبدا
واعمل الآخرة كأنك تموت غدا. فالأصل في الاتنين إيه؟ أنا شغال على الاتنين، ليا نية خالصة وليا مستهدف.